حلم العراقيون بخليفة ليونس محمود يزأر بألوان منتخبهم المتوج بكأس آسيا في عام 2007، وها هم أولاء قد وجدوا ضالتهم في سفاح تهديفي جديد. يحمل العراقيون آمالاً كبيرة تجاه منتخبهم المشارك في النهائيات القارية الجارية حالياً في قطر، ولكن تصدر المجموعة الرابعة على حساب العملاق الياباني فاق التوقعات، ولم يكن ليحدث ذلك لولا تألق أيمن حسين التهديفي الذي يتصدر قائمة هداف المسابقة منفرداً برصيد 5 أهداف مع نهاية مرحلة المجموعات، ومن خلفه بقية أسود الرافدين الطامحين للعودة إلى قمة كرة القدم الآسيوية. ابن مدينة الحويجة في محافظة كركوك الذي عاش طفولة صعبة وقد فقد والده الذي كان أحد عناصر الجيش العراقي على يد تنظيمات مسلحة عام 2008، قرر أن يحمل آمال العراق رغم الانتقادات الحادة التي يتلقاها في الإعلام المحلي، لدرجة وجود مطالبات بإبعاده عن المنتخب، ولكن المدرب الإسباني كاساس وصفه بلاعب القمة غير مبال بالهجوم الشرس وواضعاً ثقته في هداف العراق في كأس الخليج في العام الماضي. لم يكن الطريق سهلاً من البداية، فقد بدأ مسيرته بنادي الطوز المغمور والمنتمي لمحافظة كركوك في الدرجة الثالثة العراقية، وصولاً إلى قمة الأندية العراقية في السنوات الأخيرة، ومروراً ببعض التجارب الاحترافية في أندية شمال إفريقيا. وها هو ذا الآن يحفر اسمه بأحرف ذهبية ويصبح أول عراقي يسجل 5 أهداف في مرحلة المجموعات، وأول من يسجل في جميع مباريات المرحلة ذاتها من أبناء طينته. فهل يستمر في التألق ويحقق ما حققه يونس محمود قبل 17 عاماً؟